الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الرابعة من سلسلة المحاضرات المتعلقة بدروس اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي. موضوعنا لهذا اليوم هو أسلوب الطلب. أسلوب الطلب يتضمن الأمر والنهي والدعاء. قبل أن ندخل في هذا الموضوع علينا أن نأخذ مقدمة بسيطة حول الأسلوب. الأسلوب هو الطريق الذي يتخذ لبيان القصد والهدف. الأسلوب في اللغة العربية يكون بطرائق متعددة يتخذها المتكلم أو الكاتب ليعبر من خلالها عن فكرة معينة. فإذا أراد مثلا أن يعبر عن فكرة رفض أو إنكار لموضوع معين فإنه يستخدم أدوات تعينه على التصريح بالنفي، كأن أراد أن ينفي أمرا معينا فإنه يتخذ أسلوب النفي، أو أراد أن يخرج شيء من مجموعة أشياء فيستخدم أسلوب الاستثناء، أو مثلا أراد أن يعبر عن اندهاشه أو انفعاله تجاه شيء معين فإنه يستخدم طريقة التعجب، أو أراد أن يتخذ أسلوب النهي فإنه في هذه الحالة يتخذ طلب الكف عن فعل ذلك الشيء. هذه مقدمة بسيطة حول موضوع الأسلوب. اليوم نأخذ شطرا من أسلوب الطلب الذي هو يكون الأمر. الأمر أعزائي هو طلب القيام بالفعل وإحداثه. يعني في هذه الحالة الأمر في طياته يتضمن هو طلب. الطلب هذا يكون على أنواع وعلى صيغ، يقسم بحسب أغراضه على قسمين. من حيث الأغراض فإنه يقسم على قسمين. الغرض الأول إذا كان الأمر صادرا من الأعلى إلى الأدنى في الرتبة والمنزلة فإنه يكون على وجه الإلزام والتنفيذ، ويسمى في هذه الحالة الأمر حقيقيا. يعني عندما يكون الأمر صادرا من الأعلى إلى الأسفل أو الأدنى في الرتبة والمنزلة فإنه يجب على الأدنى مرتبة أن ينفذ هذا الأمر فورا. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الطلب قد جاء من الله سبحانه وتعالى إلى الأدنى الذي هو العبد أو ما يكون في مرتبته. ثانيا، إذا كان الأمر صادرا من الأدنى إلى الأعلى رتبة ففي هذه الحالة لا يكون هذا الشخص ملزما بتنفيذ الأمر، ويسمى في هذه الحالة الدعاء. يعني يكون من الأدنى إلى الأعلى، في هذه الحالة يكون هذا الأمر دعاء. قال تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فإن صيغة اغفر وارحم في الآية الكريمة قد جاءت على صيغة الطلب، ولكن هذا الطلب لا يكون إلا بموضوع الدعاء، لا يفهم على أنه طلب أمر وينفذ من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون من قبيل الدعاء، فلهذا يكون من الأدنى إلى الأعلى. أما إذا كان صادرا من شخصين متساويين أو ند إلى نده فيسمى هذا الأمر التماسا. مثلا تطلب من صديقك تقول له زرني، أو طالب مع طالب آخر يريد أن يكتب له درس أقول أيها الطالب اكتب درسك، فإن هذا طلب من زميل إلى زميلي. هذان الغرضان هما ليسا حقيقيان، يعني مجازيان، يعني يطلق عليهما صيغة الأمر من باب المجاز، وإلا في كلاهما لا يتحقق تنفيذ الطلب. فإن الله سبحانه وتعالى ما يقول اغفر وارحم، في هذه الحالة يكون الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء أو لا يجيبه حسب مصلحة العبد وكذلك.
تقدم الكلام حول موضوع أغراض الأمر، أما الآن فصيغ الأمر أو صيغ الطلب التي تتمثل أولا بصيغة فعل الأمر. ما هي الصيغة التي يتمثل فيها الأمر؟ أولا صيغة فعل الأمر، ما هو فعل الأمر؟ هو كل فعل دل على الطلب بصيغته، وعلامة هذا الفعل هو قبول ياء المخاطبة. أي فعل أمر أردت أن تعرف هذا فعل أمر فإنه تلحق بآخره ياء المخاطبة. مثلا تقول اكتب الدرس، في هذه الحالة إذا أردت أن تعرف هذا الفعل أمر أو ماضي أو مضاف تقول اكتبي، فإذا قبل هذا الفعل ياء المخاطبة ففي هذه الحالة سوف يكون هذا الفعل فعل أمر. نأخذ مثال، قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، نلاحظ بأن اقرأ هذا فعل أمر، هذه الحالة الأولى أو الصيغة الأولى. الصيغة الثانية صيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، يعني فعل مضارع تضاف إليه لام الأمر. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فإن لام الأمر تجزم الفعل المضارع بعدها ينفق، وفي هذه الحالة هو مجزوم وعلامة جزمه السكون. هذه الحالة الثانية أو الصيغة الثانية. الثالثة اسم فعل الأمر، وهو كل اسم مبني يدل على فعل معين يتضمن معناه وعمله وزمنه، إلا أنه لا يقبل علامات الفعل، يعني فعل الأمر، وفاعله مستتر وجوبا. هناك بعض الصيغ المعينة هي ليست أفعال أمر ولكنها متضمنة معنى الأمر. نأخذ هذه الصيغة مثلا حذاري من الكسل، فإن حذاري بمعنى احذر، بمعنى احذر، فهذه لا تقبل ياء المخاطبة فصارت أقل رتبة من الفعل فسميت اسم فعل أمر. هناك أسماء أفعال كثيرة، منها على سبيل المثال صه بمعنى أسكت، ومه بمعنى أكفف، وهاتي بمعنى أعطي. هذه الحالة أو الصيغة الثالثة. الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر المحذوف، مثال ذلك صمودا بوجه الخوف. نلاحظ بأن صمودا هو مصدر دل على طلب القيام بفعل الصمود، وجاء بصيغة المصدر النائب عن الفعل المحذوف، يعني تقدير هذا الكلام اصمد صمودا بوجه الخوف. المصدر هنا ناب عن الفعل الذي هو فعل الأمر المحذوف، والحمد لله رب العالمين.